المنظمات الإغاثية والجرحى. جينا لنقطة تانية مختلفة وهي مواني اليمن. جينا لأكبر ميناء طبعا في اليمن وهو ميناء عدن، زي ما احنا شايفين دي اليافطة بتاعته. ده ثاني أكبر ميناء طبيعي على مستوى العالم طبعا، وهو أكبر ميناء في اليمن. دي بوابات الدخول بتاعته، هندخل وناخد جولة جوه نتعرف من المسؤولين على حجم التشغيل اليومي وعدد السفن اللي بتوصل لهم، ومقارنة طبعا بالفترة اللي قبل الأحداث اللي حصلت هنشوف معاهم ايه المشكلات اللي هم بيواجهوها وازاي ممكن يستعيد. بين ميناء عدن وقناة السويس كلاهم يعتبر بوابتين لبوابة المندب، اللي باب المندب في البحر المتوسط، الاثنين بوابتين مهمين جدا في البحر المتوسط لباب المندب. فالحقيقة احنا قررنا نيجي هنا علشان نطلع بعينينا ونشوف هل الحركة رجعت تاني تشتغل في المينا، مدى التأثر اللي تأثرته، زي ما احنا عملنا لقاء مع مدير عام مواني عدن وكلمنا، فجينا نتحقق هنا ونشوف الكلام على أرض الواقع فعلا الشغل على قدم وساق، مدى التشغيل، حجم التشغيل، المعاناة اللي ما زالت بيعانوها من آثار الحرب والأحداث اللي مرت ما بين ثورة الربيع العربي وبعديها الخلافات بين ثورة الربيع العربي وبعديها هجوم الحوثي. يعني مرت البلد الحقيقة بأوضاع سياسية متقلبة وطاحنة. إذا شفنا هنا ده أول جزء بنلاقيه في ميناء عدن، طبعا احنا شايفين في حاويات، في معدات، وفي كمان في الناحية التانية برضو حاويات. الميناء هنا مساحته كبيرة جدا حقيقة، هو زي ما قلنا ثاني اكبر ميناء، يعني هو طاقته الاستيعابية اكتر من كده بكتير، ولكن هو قدر يستعيد او يبدو ان هو بداية، يعني تعتبر بداية لاستعادته لنشاطه. هندخل جوه وهنشوف وهنعرف الحجم الحقيقي للتشغيل والحجم المتوقع والمشكلات اللي موجودة على مدى الشوف. برضو هناك هنشوف فيه برضو حاويات كتيرة، هنشوف فيه حركة بضائع واستلام برضو الشحنات الإغاثية بيتم تسليمها من خلال هذا الميناء اللي جاية من السعودية، يعني او اللي جاية من الامارات او اللي جاية من اي دولة عربية او اللي جاية من الصين. هم لسه امبارح كانوا مستلمين شحنة من الصين، شحنة إغاثية. فخلينا نشوف تفاصيل الميناء مع بعض ونعرف تفاصيل داخلين للميناء، وداخلين نشوف السفن اللي راسية، وداخلين نشوف عدد الحاويات اللي موجودة، ونشوف الموقع بتاع الميناء وخط التماس اللي كان موجود مع الحوثيين، هو قريب جدا من هنا. زي ما احنا شايفين ده جبل شمسان المحيط واللي بيسموه الحاضن الطبيعي والحامي الطبيعي لميناء عدن، وحائط صد للميناء من كل المخاطر هو محيط بيها. شايفين حركة البضائع والتجار واستلام الشحنات واستلام الحاويات، كل دي حاويات جاية من بلدان مختلفة وإن كان معظمها جاي من الصين. هنكمل جولتنا دلوقتي وهنقابل المسؤولين للاطلاع على تفاصيل أكثر عن ميناء عدن. هناخد الكاميرا ونفرجكم الميناء وهنفرجكم حركة التشغيل فيه، وعايزين نتعرف على المشكلات اللي بيقابلها والصعاب اللي بيواجهها بعد الفترة بتاعت الحوثيين، بعد سيطرة الحوثيين، مقارنة بالنجاح اللي كان محققه الميناء قبلها. هو طبعا أكبر مواني اليمن وثاني أكبر ميناء على مستوى العالم، ثاني أكبر ميناء طبيعي على مستوى العالم، أنشأ 1999. هنتعرف على مزيد من التفاصيل معانا خلال جولتنا النهاردة مع مدير عام الميناء الأستاذ زاهر. زاهر صياد، نائب مدير عمليات ميناء عدن للحاويات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. احكي لنا بقى عن الميناء. احنا طبعا شايفين هنا المنطقة المحيطة بيه،
دي المنطقة المحيطة بميناء عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، قدومكم في الميناء المتواضع. والميناء يحتل مكانة دولية وعالمية حكم الممر الهام، والميناء شغال على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع دون توقف، يستقبل البواخر التجارية والإغاثية، والأمور طيبة، وخصوصا بعد الحرب واجهنا المشاكل والصعوبات، ولكن الحمد لله فضل الله عز وجل تجاوزنا العديد من هذه المشاكل، وأصبحنا زي ما أنتم شايفين الآن الوضع في الميناء يمر بأمور طيبة وجانب أمني عالي جدا مستقر، والحمد لله رب العالمين. أشرف قرديش المدير التجاري محطة الحاويات في عدن. نعم. كلمني بس عن احنا دي حاوية؟ هذه سفينة حاويات، احدى سفن الحاويات اللي تزور المحطة. تابع الخط السمفوري بي اي ال، وهو اهم خط عندنا واكبر خط ملاحي، يعني نحن نعتمد عليه في نقل البضائع على السوق المحلي التجارية بالتحديد الى ميناء عدن، نغطي طبعا الاسواق اليمنية بشكل عام. شايفين الميناء دي حضرتك قلت تبع، شايفين الحاوية دي كده بص ضخمة جدا يعني. بالضبط، هذه احدى السفن طبعا اللي ممكن نقول عليها هي تعتبر فيدرز اللي تعمل على تغذية ميناء عدن من انطلاقا من الترانشمنت هاب التابع لشركة البي اي اللي هو عبارة عن محطة او ميناء جدة الاسلامي، انطلاقا من ميناء جدة الى ميناء عدن في الوقت الراهن طبعا. تكلمنا عن الحركة، يعني احنا شايفين هناك في دي شحنات جاية، هذه كلها حاويات، كلها حاويات طبعاً، تقريباً عدد الحاويات الموجود اليوم تقريباً في حدود 15,000 حاوية حالياً موجودة الآن في محطة الحاويات. وده المعدل اليومي ولا؟ لا، ميناء محطة الحاويات ممكن تستوعب في وقت واحد في حدود 19,000 حاوية و500 كده، 19,500 إلى 20,000 حاوية، هذه at one time في وقت واحد، ثلاثة ليفل، ثلاثة ليفل أي رصات، ثلاث رصات. نحن وصلنا إلى 15,000 تقريباً يعني. ده أكبر يعني ده أكبر معدل ممكن تحققوه بعد الفترة بتاعت الحوثيين، ولا بتوصل لمعدلات أعلى؟ لا يعني كلمنا عن المعدل ده تراوح. لو جينا نقارن طبعاً إحنا في ازدياد كبير جداً. طبعاً الآن إحنا معتمدين على ميناء عدن في تغذية السوق اليمنية بشكل عام وبشكل كامل، يعني اعتبارا ان ميناء عدن هو تقريبا الميناء اللي هو شغال وتابع للشرعيه اليمنيه، ومن هنا تتدفق الحاويات والبضائع التجاريه وكمان المواد الاغاثيه داخل السوق المحلي، فعلشان كذا في ازدياد كبير. هو مساحته كامل؟ مساحه الميناء 45 هكتار مقسمه على 31 بلوك، اي وحده تخزين للحاويات، منها وحده تخزين للحاويات المثلقه واللي تستوعب تقريبا في حدود ما يقارب 300 حاويه مثلقه. يعني طبعا الحركة التجارية في أي مكان بتتأثر بالحروب بدون شك، وما زال الحوثي يسيطر على أجزاء تانية طبعا من اليمن، إزاي بيأثر الأجواء والأوضاع السياسية على حركة التجارة وحركة إرسال واستقبال البضائع يعني من الميناء؟ أكيد في تأثير طبعا، أنت عارفة زي محطة عدن الحاويات عندنا القدرة الاستيعابية ممكن نستوعب مليون حاوية بالسنة، لكن احنا لحد الان نغطي نشاط ما بين 35-40% من نسبه اجمالي قدره الميناء او قدره المحطه على كم حاويه يعني بتجيبكم في السنه؟ في حدود مثلا 2017 عملنا كلوزنج، قفلنا السنه 2017 ب 385,000 حاويه، بينما قدرتنا الاستيعابيه الى مليون حاويه ممكن نستوعب. كلمنا عن المشكلات اللي بتقابلكم، ايه اهم المشكلات اللي بتقابلكم فمأثره عليكم يعني؟ اكيد في مشكلات عديده طبعا، وخصوصا في الوضع الراهن هي تؤثر طبعا على الزبون حق المحطه اللي هم التجار المحليين، وبالتالي هي تعتبر انعكاس على نشاطنا واداء على عملنا، مثلا عمليه تكدس الحاويات بسبب مشاكل النقل البري نتيجه الاوضاع الامنيه، الاوضاع الحادثه الان خارج حدود مدينه عدن او خارج حدود المناطق الواقع تحت سيطره الحكومه الشرعيه طبعا، وكمان التوزيع الديموغرافي للسكان، لاحظوا ان عدد السكان او كثافه السكان يوجد في شمال اليمن، و85 الى 80 85% من تجارنا طبعا الموردين، وارتفاع رسوم التامين كمان له عامل اخر طبعا، هذا كله برضه ادى الى خلق منافس اخر، مش لنا مش بحري ولكن منافس بري، في الان منافس بريه برضه شغاله تعمل على منافسه المحطه، منافس بريه
زي منفذ الوديعة، منفذ الشحن اللي يربط ما بين اليمن والمملكة واليمن وسلطنة عمان. بس برضو يظل ميناء عدن في خلال هذه الظروف في هذا الوضع شغال بنسبة عالية جدا وبقدرة عالية جدا، قادرين نستوعب طبعا نشاط أكبر من كذا. والأخوة في العمليات ما شاء الله عليهم يعني. هي دي ثابتة؟ نعم ثابتة في الوقت الراهن. هي كانت بتتحرك يعني قبل كده؟ هنا هي تجي من برا توقف هنا تعمل ديشارج. أي تنزيل؟ دي شايلة قد إيه بقى؟ في حدود 2000-2500 حاوية. تكلمني عن آليات استلام كل المعونات الغذائية. الغاثية. الغاثية. مؤخراً إحنا استلمنا طبعاً كميات كبيرة جداً تابعة لمنظمة الغذاء العالمي. تيجي سفن حاويات مخصصة لمنظمة الغذاء العالمي، كل الشحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي. طبعاً إحنا قدمنا تسهيلات كبيرة جداً لمنظمة الغذاء لأنها بتنعكس يعني بشكل آخر على المواطن اليمني. فقدمنا لهم السرعة في عملية إرساء سفن الخاصة بحق الشحنات التابعة لمنظمة الغذاء العالمي. قدمنا لهم مساحات خاصة بحاوياتهم علشان تسهيل عملية إخراج البضائع والشحنات مباشرة من الميناء إلى منطقة الجمرك ثم إلى السوق المحلي. وقدمنا تسهيلات كبيرة جدا وفي بين وبينهم لقاءات عديدة يعني قمنا بها لهذا الغرض. دي تعتبر حاوية أكبر حجم ولا في أكبر من السفن تقصدي؟ السفن طبعا لا، سفن كانت أكبر حجم كانت تجي ما قبل حرب 2015، ولكن الآن بسبب زي ما انت تفضلتي وقلت التأمين يعني أكبر من كده. أكبر أكبر يعني. كانت توصل إلى في حدود 350 متر تقريبا بالطول، بينما هذه لا أصغر، هذه في حدود 200 اللي سنوها مادرشيب يعني. مادرشيب السفن العملاقة اللي كانت تربط ميناء عدن رأسا بسنغافورة وشرق آسيا، لكن الآن لا تعتبر هذه في درس تجي من شرق آسيا إلى جدة تنزل الحمولة بعدين تجي سفن أخرى اللي هي اسمها وتنزل البضائع تابعة للسوق المحلي. ده اللي نزل من هنا؟ ده اللي نزل من على السفينة ولا لسه؟ لودينج. هذا رايحة فين دول؟ هذه خلاص راجع على السفينة، هذه حاويات فارغة وفي حاويات مليانة معدل للصادر يعني على السوق المحلي. اللي هي بلد ايه يعني رايحة فين؟ هذه رايحة فين؟ إذا كانت فاضية بترجع البلد اللي هي سنغافورة بس عن طريق جدة. يعني دي سنغافورة؟ سنغافورة بالضبط. الصين كانت أكتر حد بيورد لنا يعني من بالطبع. أكبر اللي بتورد سوري لليمن يعني. أيوه بالضبط. 65% تقريبا من وارداتنا. طب يعني 65% من واردات السوق المحلي واجيه من الصين. الصين تأثرت؟ ماشي حاجة بقى. يعني الواردات من الصين تأثرت، أنا أقصد أقول لك بالأوضاع اللي حصلت واللي مرت بها اليمن. لا نحن ما نقدرش نقول أنها تأثرت من الصين بالتحديد، ولكن بشكل عام. أنا بشكل مع الصين بصفتها أكبر مورد كان. أيوه بالضبط. لا أنا ممكن أتكلم بشكل عام عن الوضع اللي حاصل عندي. لا زالت الصين أكبر سوق بالنسبة لنا، احنا يورد كل منتجات الجمهورية اليمنية او غالبية احتياجات الجمهورية اليمنية من مواد غذائية استهلاكية والى اخره، حتى المواد الطبية كمان. ما كلمتنيش ايه اجزاء المكان هنا يعني، كلمني ايه المكونات الميناء. مكونات الميناء، يتكون الميناء من الرصيف المعد لاستقبال السفن اللي هو لا الرصيف هذا كان اللي ترسو فيه السفن عبارة عن 700 متر طول، يستوعب ثلاث سفن اذا كانت من السفن العملاقه سفينتين فقط. واذا كانت من الصغيره ممكن يستوعب ثلاث. الصغيره اللي هي كام؟ الصغيره 200 متر. هذه تعتبر صغيره بالنسبه لنا. وهنا المساحه خزن الحاويات، مساحه خزن الحاويات تتكون من 31 وحده تخزين للمواد الجافه، المواد المثلجه، المواد ذات المحتويات، المواد الكيميائيه. وايه اكثر الواردات اللي جايه دلوقتي؟ اكثر الواردات طبعا المواد الغذائيه. واخده النصيب الاكبر من الرز، من السكر، الزيوت، هذه اكثر. حضرتك كنت بتكلم يعني ايه اللي بتتمناه علشان ميناء عدن يرجع يستهلك زي ما كان؟ اكيد الاستقرار الامني والسياسي، لان هي الركيزه الاهم لاي نشاط تجاري او اي نشاط اقتصادي، فهو يبنى على اساس الاستقرار السياسي والامني. والا مش هيحصل يرجع يعني كما كان. الاستقرار السياسي والامني بعدين الاستقرار الاقتصادي عليه بناء في هذا المجال وتطوير من البنية التحتية والفوقية، والأمور تنشك في الاستقرار الأمني والسياسي للبلد. والآن الحمد لله نحن في تطور كبير يعني، لو جينا قارنا ما قبل 3 سنوات والآن فنحن في نشاط مزدهر وفي نمو يعني الحمد لله. نحن عملنا الآن في محطة عدن الحاويات على سبيل المثال، قمنا بتجديد المعدات بشراء معدات جديدة، فهذا عبارة عن تطوير اجزاء الميناء.
زي ما قلت لك مخين رئيسيين، المرسى محطة تخزين الحاويات، الجزء الآخر ويندرج من ضمنه اللي هو محطة شحن وتفريغ الحاويات وأماكن مخصصة. والزيت تبعكم برضه؟ عفوا، الزيت الإيه؟ تبعكم المعلق؟ الطرف الاخر هذا تبعنا اكيد، مش تبعنا مش تبع محطة الحاويات. لا انا مش بتكلم على محطة، انا بتكلم على ميناء عدن. ميناء عدن يتكون، ميناء عدن يتكون طبعا من الشق الاكبر اللي هو محطة الحاويات اللي نحن حاليا موجودين فيها، والشق الاخر او الطرف الاخر اللي هو مرسى الرورو اي الدحروقة، ومرسى مخصص للبلك كارغو اي البضائع السائبة والبضائع العامة، انشطة اخرى يعني للميناء، الوجه الاخر للميناء او النشاط الاخر للميناء. بشكل عام النشاط الحاويات هو ياخذ 70% اعتقد من نشاط الميناء، هو الاكبر اصلا توجه العالم الان حاويات. امال المعلة ده بيحصل فيه الجزء بتاع المعلة؟ المواد السائبة يعني زي القمح ما بيجيش في حاويات. ده وارداتكم كتير ولا قليل؟ ياخذ 30% من نشاط الميناء. الجزء الاكبر هنا يصرف عليه ويديره شركة مصافي عدن في اتجاه المدينة. بعيد عن احكي شراف طبعا مينا اسمها مصافي، شركة مصافي عدن. ويزن العمل في قد ايه من اجمالي العمل في الميناء؟ ما بقدرش احدد لك نسبة معينة لانه هو نشاط تماما منفصل عن نشاط مينا عدن. هو في مشاكل بسبب توقف المصافي توقف يعني العمل في القطاع البترولي. اكيد بالنسبه للاقتصاد، ايوه اقتصاد البلد اكيد، لانه كانت بلدنا معتمده 70% ويزيد على صادرات خمر النفط والغاز الطبيعي، فاكيد في الان تاثرت بشكل كبير جدا. الا بالله هذيك تابعه للخط الالماني هبتكم طبعا، يعني في درجه مش مادة. اعتبر الان اعلى، لانه انا الان اصبحت الميناء الوحيد اللي يعتمد عليه الجمهوريه اليمنيه 26 معتمدين بشكل اساسي على بضايعهم اللي تشحن بحرا. طب ما في باقي الموانئ اللي هي ما في باقي المكلة والحاجات دي المكلة حجم الميناء المكلة، يعني اقصد في موانئ ثانيه غيرك في ميناء لا يستطيع ان يصل الى يعني من النشاط الكبير لانه هو محدود تحتيه محدوده، فهو المكلف 340 ألف حاليا. 340 2017 حضرتك شايف انه ممكن يبقى مستقبل افضل من كده؟ في يعني عوامل ممكن تديهم ميزة تنافسية؟ اكيد تعمل هذا هو تحقق ميزة تنافسية ويسمح له سواء كان الان او بسهولة ممكن يعيدنا يعيد مكانه. جميل جدا. طبعا مصر ومينا عدن هم بوابتين للبحر الأحمر، بوابة شمالية وبوابة جنوبية، فكلاهما متناغم مع الآخر، استقرار أمن ونشاط ضيق باب المندب واستقرار ونشاط قناة السويس والعكس صحيح، فهم منفعين للبحر الأحمر موابتين بالضبط نفس المكان ومهمين جدا ومؤثرين جدا. الفترة اللي حصلت فيها ثورة الربيع العربي أيضا تأثر ميناء عدن هنا، حدثني يعني. فعلا تأثر ميناء عدن طبعا لأننا نحن معتمدين بشكل كبير على تجارة اللوكل، نحن نسميه بزنس اللوكل بزنس يعني بضائع السوق المحلي، فعندما يتأثر السوق المحلي والنشاط تحت اليمن لعدة أسباب سياسية وأمنية أكيد ينعكس بشكل مباشر، ينعكس مباشر على نشاط وأداء الميناء، فكل واحد يتأثر. يعني عانيتوا في الفترة دي برضو اللي هي في 2011 مستوى عندنا هبوط حاد جدا في عمليات محاولة الحاوية وصلت إلى 118 حاوية في 2011، هذا كان يعني
اول 118 ألف فقط السنة. فكان دروب كبير جدا حصل عندنا يعني. ورجعت استعدتوا تاني امتى؟ ورجعنا استعدناه في 2012 بدأنا ننمو. 12-13 جيت تاني وقعت 15 كان متوقف. طيب. لمدة 5 شهور توقف النشاط الملاعي في ميناء عدن. يعني 12 و13 و14 تعتبر فترة استقرار كانت. فترة استقرار وبدأنا ننمو وبدأنا نعيد نشاط الترانشمنت ترانزيت. بدأت خطوط ملاحية تتعامل معنا وتجي بضائع ترانزيت. ايه اقوى الخطوط الملاحية اللي انت كنت معتمد عليها؟ في نشاط الترانزيت بالتحديد الخط الصيني كوسكو والخط التايواني ايفر جرين. ايه الجبل اللي قدامنا ده؟ جبل شمسان. جبل شمسان هو حامي ميناء عدن. ليش نحن نقول حامي ميناء عدن؟ لانه يحميه كل الظواهر الطبيعيه من الرياح الموسميه والى اخره. ميناء عدن شغال 365 يوم في السنه بدون اي توقف بدون اي مشاكل يعني سواء رياح موسميه او امواج او حر، لانه فضل الله حامي.